بون السلام عليكم. هذه نظمناها دوك لا بروميير فوا في جيجل براد فار، والميزان كنا رايحين نديروه مفتوح بصح ما تقدرش تحط اسمه واحد 60 كيلو غرام مع واحد 100 كيلو. ان شاء الله تنجح الدوره هذه ويكونوا ان شاء الله دورات اخرى. هو شوف شغل كان الناس مترددين شويه، كاين الناس بزاف مترددين، ما كاين اللي مازال ماشي موجدين رواحيهم، كاين بزاف عيطوا لي قالوا لي كان جاي موجدين رواحيهم لو كان تقدموا بصح، وكاين ان شاء الله دوك نستناو يكون اقبال ان شاء الله من الاربعاء ان شاء الله يكون الجمهور ان شاء الله يكون. من السيد حسام، من السيد حسام عاون جماعة اللي يكون دي الأمراض يعني شاد كانوا ندير اللعبة هذه باش كانوا على بالكم به مرة يجيوني زوج يتفضلوا زوج عندي لهل حتى يديك هنا، انت يديك هنا الكور تاعك شوف حق ما يدخلش من الطابلة هاي زيد زيد انت تقدم شوية باش شوفوا القانون مرة باش واحد ما تقولوا حي على واحد كتفك هذا ايه اسمع شوف فلان الكتف ما يدخلش من الطابلة منا كتفك منا ما يدخلش من الطابلة يدك هنا يتحط على هذه كدك شوف اللي يهز يدو يطلع يدو منا وخاسر انت هكذا لازم تحط هنا خاسر اللي يطلع يدو خاسر ضربة واحدة باش تكون في العلم جام ما كانش تغلط مرة الضربة يخرج يدك من الطابلة خاسر عندنا كاين زوج يطيحوا لنا كيطيحوا لنا قويين بزاف كيما نقولوش بدون انت هذا هبطوا لي لهنا عندك 20 سكوند 20 سكوند نحسب له 20 سكوند يقعد 20 سكوند هكا ما قدرش يريكيبيري صاحب ويرجعوا الليور او خاسر شاش بري بري جو بري خرج خرج بري جو هيا لا هيا لا هيا لا الفائز